الحلقة 31 في تفسير جزء عامة، والحلقة 2 في تفسير سورة الأعلى. أسئلة هامة في سورة الأعلى: ما مكان نزولها؟ هي سورة مكية تسمى سورة سبح، نزلت بعد سورة التكوير. ترتيبها 87، عدد آياتها 19، عدد كلماتها 72، عدد حروفها 293 حرف. ما أثر هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم عند سماعها؟ عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يسمعها عن عبا كان يقرأها كثيرا، وكان ينفذ ما فيها. فعمل إيه؟ فعبد الله يوميا بالقرآن، كان على طول بيقرأ القرآن، وتعلم الشريعة اليسرى من جبريل، ودعا إليها الناس جميعا، وتجنب حب الدنيا. نفذ الأربعة بتوعها بالضبط، وظل على هذه الأربعة حتى نزه الله وانتشر الإسلام. فلم يسمي بها شيئا سوى، فلم يسمى بأسمائه شيء سواه، كما كان يفعل المشركون من تسمية آلهتهم. ولم يوضع اسم الله تعالى في المواطن غير طاهرة، ولم يسمى الله تعالى باسم يدل على النقص، بل عاش الناس لمرضات الله جل وعلا. طب عندنا أسئلة على الآية رقم 3: لماذا عممنا الهداية رغم أن السلف خصصوها بأقوال؟ عنقول ما ورد من السلف هو على سبيل المثال لتقدير الهداية. قال ابن جرير: والصواب من القول أن الله تعالى عم بقوله فهدى الخبر عن هدايته خلقه، ولم يخصص في ذلك معنى دون معنى، فقد هداهم لسبيل الخير، وهدى الذكور لمئات الإناث، والخبر على عمومه. الآية 5: ما الرد على تفسير من قال ذلك في المؤخر الذي معناه التقديم، وأن معنى الكلام والذي أخرج المرعى أحوى أي أخضر إلى السويد فجعله غثاء بعد ذلك؟ وبيستشهد ببعض أشعار العرب. عنقول: اتفق أهل التفسير في أن الحرف إنما يحتال لمعناه بالتقديم والتأخير إذا لم يكن له وجه مفهوم. أما إذا كان الكلام مفهوم والكلام واضح لا يجوز له تقديم أو تأخير، لازم يبقى الأصل يؤخذ الآية على ظاهره حتى يأتي دليل. والقاعدة دي احنا خدنا لها أدلة: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، وإن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. الرسول قال عستغفر 71، دل ذلك على أن الأصل في الآيات أن تؤخذ على الظاهر، ولا يجوز تقديم وتأخير وتأويل إلا عند عدم الفهم وإلا وجود دليل وقرينة. الآية رقم 6: ما الرد على بعض المفسرين الذين فسروا فلا تنسى إنها للنهية؟ هنقول هذا مخالف رسم المصحف الذي جاء فيه رسم تنسى بالألف المقصورة، ولو كان كما قال لحذفت الألف لأجل جزم الفعل المضارع. ويبقى المعنى على ظاهره أن كل من صار في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ الآيات والأدلة فإن نعمة الله عليه أن تثبت الأدلة في قلبه حتى لو لم يكن له قدرة على الحفظ. طيب الآية رقم 6 فيها سؤال تاني: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فده آية بتدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بينسى من القرآن ما شاء الله أن ينساه. وجاءت آية تانية بتدل على أن القرآن محفوظ من الضياع، كقوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طب هو القرآن بيتنسى بقى ولا محفوظ؟ الجواب: إن القرآن وإن كان محفوظا من الضياع فإن بعضه ينسخ بعضا، وإنساء الله تعالى نبيه بعض القرآن في حكم النسخ، فإذا أنساه آية فكأنه نسخه، فلا بد أن يأتي بخير منها أو مثلها، وبذلك يفضل القرآن محفوظ. يعني حتى من الرسول ينسى آية فربنا بيأتي بخير منها وإيه أو مثلها، ويفضل القرآن برضو محفوظ، ما فيش تعارض. طيب في الآية 7: ما الرد على ما نقله الطبري عن بعض أهل العربية وهو الفراء إن هذا مجازي يستثنى فيها ونية الحالف عدم الاستثناء، زي لأعطينك كل ما سألت إلا ما شئت، وهو في نيته
ألا يمنعه شيئا إلا فربنا هيقرأه إلا ما شاء الله، وربنا يعلم أنه لن يجعله ينسى شيئا. هنقول هذا قول فيه إخراج للاستثناء عن معناه دون ما يدعو إليه من المعنى، والمعنى المفسر على بقاء الاستثناء واضح ومطابق للواقع، والأصل القاعدة بتاعتنا تبقى الآية على ظاهرها إلا أن يأتي دليل، ولا يجوز إخراج الآية عن ظاهرها إلا بدليل. طيب الآية 14، ما الرد على من فسر تزكى بمن أدى زكاة ماله؟ وده قول قتادة عن أول السورة المكية، والزكاة إنما كانت في المدينة، إزاي بقى أدى زكاة الفطر وزكاة ماله؟ وقولنا هو قول ابن عباس، من تزكى يعني تزكى من الشرك. طب الآية 16، لماذا تؤثرون الحياة الدنيا؟ ليه ربنا بيقول تؤثرون الحياة الدنيا؟ لأن الدنيا زينت للناس. قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. الآية 17، لماذا قال والآخرة خير وأبقى؟ لخلوصها مما يقدر وأدوم لعدم انصرام نعيمها، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. دي أسئلة في سورة الأعلى، وبكده يبقى خلصنا سورة الأعلى، وجزاكم الله خيرا.